تقل احس انا سبقتونا خليتونا نغني الحين بتطلعون الدعايه. الله يسامحك الله يسامحك يا علي حبيبي راس. انت وسالم شاركتوا في المنكوس. اي نعم تميزتوا. انا من الناس اللي كنت يعني اتابعكم انتم وفيصل المداري والشباب. ما يشرفنا والله يا حبيب قلبي. الاثر في موضوع الجماهيريه اللي واصل لكم، هل برامج سواء الصوتيه اللي مثل المنكوس وما شابه لها اثر جماهيري ولا برامج الواقع هي لها جماهيري؟ والله بكل امانه البرامج الواقعيه اقوى من البرامج اللي مثل المنكوس. المنكوس يعني برنامج له متابعين وله شريحه تابعه، ولكن بالنسبه للبرامج هذه برامج مليونيه يعني صراحه. يعني انا من اخوياي اللي اعرفهم سي عليهم بالخير من هالمكان اللي تخرجوا من مثل الاماكن هذه والبرامج هذه، يعني صارت الجماهير عندهم بالملايين. يعني احنا عندنا جماهير وعندنا كذا، ولكن ليس نفس المقارنه يعني بالبرامج اللي مثل هذه برامج الواقعيه صراحه. بس كانت والله فانا والله يعني وعشان الكلام هذا انا واخوي سالم فكرين ترى ان ندخل برامج مثل هذه للعلم. يعني ما شاء الله من طلب الله عندنا عندنا تشجيع ابو مبارك. طبعا ابو مبارك ابو مبارك الملهم الاول طبعا اللي انا وسالم وملهم لنا كلنا. بس مشاري النثري اليوم صراحه ما ادري. قال يا اخي خميس يوم يصلي بنا، ليش ما اصلي الا انا وواحد من الشباب وراه؟ ما ادري. قال يا اخي شكله متعاقد معانا، وش السالفه؟ الله يمسيه بالخير الشاعر الجميل مشاري النثري. مشاري النثري ضحكني اليوم. مشاري مبدع. فوالله مثل هالبرامج للامانه ان يعني لها اثر، لها اثر كبير. البرامج اللي انت تشاركون فيها هذه ويقصر فيها يعني الهدف معين ومجال معين. نعم. لحظه معينه ومشاركه معينه. اما برنامجكم هذا كم يوم اصلا؟ كم احنا نطلع 18 ساعة على البث. ثلاث شهور 18 ساعة يعني انت تمر شخصيتك على هالناس. ذكرتوني طبعا في ما ادري والله اني اقولها ولا لا لا، بس انا اقول لك التفاعل يعني ظهورك على الشاشه. ظهورك على الشاشه علي يعلق الناس فيك من يوم تصبح لين تمشي وانت على الشاشه. يعني نعم. الناس هذول يعرفون الفريدي مثلا شخصيه الفريدي كامله. نعم. عرف وضع الفريدي بدون تصنع بدون شيء. هذه الحاله هذه قويه جدا ترى يا جماعه. نعم. والله طيب سالم خلنا بسال سالم. سالم تفضل. المنكوس فن اماراتي؟ ده ليس اماراتي. المنكوس اماراتي منكوس جزيرة العربية خليجي بشكل عام. بس اللي اشتهر في الإمارات هو أول أول فعلا صحيح علي. أول برنامج صار في الخليج في الإمارات برنامج المنكوس. بالضبط. لأن هو الموروث هذا الله يعطيه العافية الشيخ محمد بن زايد هو اللي قائم في الموروث هذا، وخص في شاطئ الراحة، لأن ما في ولا برنامج ثاني قائم مع شاعر مليون إلا برنامج المنكوس. نعم صحيح. إيه ولا وتركنا أول متسابقين يعني على الهواء مباشرة، وكنا على البث المباشر. قبل كانوا يسوون جولات. نعم صحيح. الحين لا، كان عن طريق الاتصال المرئي. إيه بحكم الجائحة وكورونا. إيه نعم صحيح. فصراحة حتى الجماهير اللي من المنكوس وغير المنكوس دائم سالم روح البرامج الواقعية، روح البرامج الواقعية. ان شاء الله باذن الله. والله ودنا نجرب صراحه باذن الله. تحفيز والله باذن الله. والله ودنا قسم بالله، لكن نقول ان شاء الله خير. ودام قريت الرجل العظيم اللي عندي قصيده.